أستاذ مهدي، مهدي مش هنا. أنا كنت جاي أعرف منه مين المقصود. أنا هنا عشان أقولك. ده في الحلم ولا في الحقيقة؟ مفيش فرق بين الاتنين. ساعات الحلم بيبقى حقيقة والحقيقة بتبقى حلم. كلامك بقى شبه ورد. ما احنا الاتنين سكتنا واحدة. أنت كنت قصد تخلص من مرات أخوك؟ لا طبعاً، دي كانت غلطة صغيرة جنب الغلطة الكبيرة اللي عملتها عشان ننفذ خطتي. خطتي؟ خطة السيطرة والتحكم. وعشان أبقى الكل في الكل كان لازم الكبير يتزاع. يحيى؟ الأكبر منه. سوري ان انا ما بقتش اقدر ابتدي يومي من غير القهوه بتاعتك. عارفه ليها مزاج خاص كده. حياتي اللي انا بعمل لك اياها بقلب وبروحي مش في ايدي بس. الغريب ان انا مش متصور ان انا كنت اتجوز واحده في سنك وتقعد معايا لغايه النهارده. يا بيبي شو هالحكي؟ انت بالنسبه عندي اهم من كل شباب العالم. الغريب ان احنا من يوم ما اتجوزنا مش مديلكيش طلبات خالص. لا لبس لا عربيه ولا ليك اي شروط. ساعات بسال نفسي بقول هل ده ذكاء ولا زهد؟ حبيبي هيدي واقعيه. وحده مثلي حققت كل احلامها بس انا تزوجت شكري بيها الخربطلي. شو ممكن اتمنى اكثر من هيك وبشو ممكن احلم؟ كل التفاصيل التانية ما بتهمني. لا ده مش ذكاء عادي، ده ذكاء فوق العادي. هلا انا بصراحة كل عمري بيقولوا ان انا عقلي سابق سني، ولما تزوجت شباب من سني وفشلت مرتين صدقتهم. بذمتك مش معهم حق؟ وانت لولا ان عقلك سابق سنك تفتكري كنت وثقتي فيكي للدرجة دي؟ شكري اي لاف يو. طب يلا خلص القهوة عشان اقول لهم يحضروا لنا العربية، تأخرنا على الشغل. ماشي. أنا خلاص عرفت سامح يقصد مين. لا ما هو مش هينفع في التليفون. أنا هجيلك لغاية المستشفى وأحكيلك. ما تقلقش مش هتأخر عليك، مسافة الطريق. باي.